السلام عليكم. في إطار الزيارة نتاع وزيرة الثقافة والفنون لافتتاح المهرجان تاع السينما العربية في مدينة وهران، زارت إذن الوزيرة بعض المعالم التابعة للقطاع الثقافي والتاريخي إذن، ومنها هذا المعلم التاريخي الهام اللي هو القصر الباي بوهران، واللي يعود إلى بداية الفترة العثمانية، فترة الخلافة العثمانية. إذا نترككم تتابعون هذه الزيارة نتاع الوزيرة، وإن شاء الله تكون بادرة خير يعني انطلاق العملية نتاع التجديد والترميم لهذا المعلم التاريخي الهام. أترككم تتابعون، السلام عليكم. Thank you.